وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب. نرحب بك في نشرة الأخبار. بداية، كيف تقرأ مراحل تطور العمل الديمقراطي والعمل البرلماني في ظل ما كفله ميثاق العمل الوطني من مبادئ وقيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذه الاستضافة، واسمحوا لي أن أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، الذكرى العزيزة اللي شكلت مرحلة من مراحل الوطن الاستثنائية اللي نقدر نقول أن النهضة الحديثة للبحرين بدأت من هذا التاريخ. نعم. ميثاق العمل الوطني يتميز الله يسلمكم في مملكة البحرين أن بداية خطة بأنجل البحرينية. أول ما بدأ التفكير في عمل ميثاق العمل الوطني تم تشكيل لجنة من أيدي البحرينية عملت على صناعة ووضع ميثاق يتناسب مع احتياجات الوطن البحرين اللي يشمل الجميع. التطور اللي حدث في مملكة البحرين مع تصويت على ذكرى ميثاق العمل الوطني بدأت من خلال تطور مؤسسات المجتمع المدني وإنشائها وإنشاء دولة القانون، دولة المؤسسات التي ينظمها ويحكمها القانون، وأكد على التعاون بين السلطات، السلطات المتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه رئيس الوزراء، أن هذا التعاون بين السلطات هو اللي يشكل ميثاق العمل الوطني وشكل التعاون بين المجلس النيابي والسلطة التنفيذية. نعم، إذا لو نتحدث دكتور هشام عن أبرز سمات العمل النيابي خاصة في ظل ما يحظى به من دعم جلالة الملك المعظم وما قدمه المشروع الإصلاحي لجلالته من مميزات وخصائص. العمل النيابي في مملكة البحرين يحظى بدعم متواصل وشديد وقوي من صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، ونلاحظ أن هذا يبدأ من خلال الخطابات السامية التي يقدمها جلالة الملك في عند افتتاح أي دور انعقاد ويضع خارطة الطريق لهذا العمل. نلاحظ أيضا اللقاءات المتواصلة بين السلطة التشريعية مع جلالة الملك لوضع عمل السلطة التشريعية على المسار الصحيح وأخذ النصيحة والمشورة، وهذا كله يؤكد الدعم اللي يقدمه جلالة الملك في العملية التشريعية. نعم، إذن سعادة الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.